السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. سمحوا لي هذه 3 اشهر يمكن ما درتش شي فيديو. المهم اليوم ان شاء الله نديكم لواحد البلاصه اللي زوينه، وشحال هذه وباغي نمشي لها، جمعنا حنا الدراري وغنمشيو لها ان شاء الله. المهم بعيد على اكادير بشي 43 كيلومتر يمكن. المهم واحد البلاصه اللي زوينه ونكتشفها وتكتشفوها معايا ان شاء الله. المهم غادي نشدو الطريق دابا حنا في اكادير، غادي نخرجوا لجهه تاورير. المهم نوريكم الطريق ونوصلوا لديك البلاصه ان شاء الله ونكملوا الفيديو. السلام. المهم وصلنا للوبيرج لوغوفيج، نوريكم الدخله، شوف المناظر الطبيعيه الخلابه. الناس داك داير جو ترتاح، الناس باغي يرتاح جو الطبيعه هذه. شوف الطبيعه كي دايره، الجبال والكام. نوريكم الدخله، دابا يلاه تغدينا، كاين لا بيسي الفوق ما نقدرش نصوريكم. شكون اللي قال لك نغير من هنا؟ والكاميرا غير شويه. ها؟ كاينه القاعه. كمان عندي منا تعالنا. ها صافي 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 واحد سمي كاني واحد سلفو سمي اخويا سمي محمد مدينة مدينة سكوني على ما في مراكش. شوف اين هنا هاد لابلاصة تغيير فيها مراكش، اين هنا هاد لابلاصة هادي واحد عندك شي تراديسيونيل الناس دونك عندنا مراكش وكادير كاين لا ويفي لا كونيكسيون. حنا غادي الناس اللي بغاو يتكالما ما تمرقدش نجيو لوغو فيش المهم هذا المكان من فوق نمشيو دابا. قلت لكم راه كاين الفوق شي بلايص ما نقدرش نصورهم بريفي، وكاينين لي شومبر لي قريبين. هذا المكان المهم اللي عجبكم الفلوق، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتقدموا لنا فلاش ان شاء الله جايين فيديوهات جداد. ولا بغيتو تجيو للبلاصه اللي يمكنكم تديروها في جوجل مابس دابا في اكادير، راه غادي يطلع لكم لوكاليزاسيون ديالو.